مرحبا، معكم كوتش سامر منصور. اليوم بدي أعمل أنا وياكم تمارين يساعدونا على إزالة الدهون من بين الإجرين. دايماً بعمل 5 دقايق ورمة بهالشكل. نعمل تمارين، 5 تمارين كل إكسرسايز دقيقة، نعملهم ضربة 3، نرتاح بين كل ست والتانية تقريباً دقيقة، بيطلعوا 3 تمارين تبعونا 15 دقيقة. بلش بأول إكسرسايز اللي هو السومو سكوات. اجري بفتحهم لبرا وبنزل بهالشكل، بحس من جوات اجري المسلز عم يشتغل، بعمل لمدة دقيقة. عندي 5 تمارين نعملهم 3 مرات، بس اول شي بنعملهم كل 5 دقايق متواصلين، كتير بفيدونا. ثانية كمان كمان 15 ثانية. five four three two okay. ثاني exercise وقف بهالشكل. اوكي واحد كمان لمدة دقيقة. لما عم باخد وقتي بالاكسرسايز لحسب العضلة مزبوط، لانه اوقات نحن عم نعمل بسرعة ممكن نعمل اكسرسايز غلط يبطل يفيدنا ويعطينا النتيجة اللي بدنا اياها. كمان 30 ثانية ثانية five four three two. اوكي هلا بنام على ظهري. ثالث اكسرسايز، نام على ظهري معلق اجري بهالشكل، خليهم 90 درجة، بنزل فيهم لتحت وبطلع. كمان دقيقة. كمان بشتغل على اقل من مهلة. أربعين ثانية ثلاثين ثانية خمسة عشر ثانية five four three two okay. تالت اكسرسايز بهالشكل، حط هالاجر قدام بالقطع هيك بهالشكل، والاجر اللي وراه بصير بعلي فيها لفوق، بعمل 30 ثانية ميلتين. كمان 15 ثانية بعد five
5 4 3 2 اعمل تنمى بهالشكل تمام 30 ثانية عشرين ثانية كمان 5 4 3 2 اوكي تالت اكسرسايز بهالشكل بوقف اجري مثل ما بلشت سومو سكوات وبعمل 1 مينت بهالشكل تمام 45 ثانية ثلاثين ثانية هدول تمارين خاصون لأجرينا من جوا لنتخلص من الدهون كمان 15 ثانية five four three two اوكي هول تمارين نعملهم ثلاث مرات بنرتاح بين كل ست دقيقة جربون فتحبون كثير